حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان عويمر العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف اصنع؟ مشكل. يقول ايقتله يعني يقتل من راه على زوجته فتقتلونه. تقتلون من؟ الزوج الذي قتل الرجل الذي وجده مع أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة فيما سمى الله في كتابه فلاعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية شاملا لهلال بن أمية وغيره. طيب كلام عويمر أيقتله فتقتلونه؟ لو أن رجلا وجد شخصا على زوجته نعوذ بالله ونسأل الله لنا ولكم السلام فهل له أن يقتله؟ ها؟ طيب هل هو قتل صائل أو قتل حد؟ الثاني. لأنه لو كان قتل صائل نقول يا فلان اتق الله كيف تفعل هذا؟ هذا يكون على طول ويروح. لأن قتل الصائل لا يجوز إلا إذا تعذر دفع صوله إلا بالقتل، هذا كل سهولة. بل لو يسمع صوت قرطاسة في الريح لهرب. لكن له أن يقتله حدا وانتقاما. رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل قتل رجلا فتخاصموا عند عمر فقال يا أمير المؤمنين والله ما ضربت إلا بين فخذي زوجتي، فإن كان بين فخذيها رجل فأنا قتلته. قال لأولياء المقتول ما تقولون؟ قالوا نعم الأمر كذلك. فأخذ السيف من الرجل وهزه عمر، عمر قوي رضي الله عنه، هزه وقال إن عادوا فعد، يعني إن أحد جاء للمرأة الثانية فالقتل. فلهذا كان القول الراجح أن قتله من باب الحد وحماية العرض فلك قتله. لكن المشكل إذا ادعى أولياء المقتول إنه ما فعل، وقال أبدا المعصي يرجع تضبط القضية ويؤثر المكان وينظر، والقرائن تؤيد. ومثل ذلك لو أن رجلا قتل رجلا وادعى أنه صائل عليه، من المعلوم أننا لا نقبل دعواه. لو أننا قبلنا دعواه لكان كل واحد يقتل الشخص يقول صال عليه، فيجب أن نقتله، يجب أن نقتل هذا الذي ادعى أنه دافع صائل حماية للأنفس. لكن لو فرض أن هناك قرائن قوية تدل على أن مدعي دفع الصول صادق، هل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله، لأن الحكم بالقرائن ثابت. شاهد موسى وش قال؟ إن كان قميصه قد من قبل إيش؟ نعم صاحب يوسف الشاهد، الشاهد اللي حكم قال إن كان قميصه يعني يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم بالقرائن. وسليمان بن داود لما تنازعت امرأتان في طفل وكانتا قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد إحداهما فتنازعتا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم به
للكبرى. ثم حكم بينهما سليمان بحكم آخر، فدعا بالسكين قال هات السكين الولد الآن كل منكما ادعاه نبي نشبه نصفين، كل واحد نعطيها النصف. الكبيرة ليست أمة، باركت هذا الحكم ووافقت عليه، لأنه إذا راح فولدها قد راح من قبل وذهب على أمه. الصغيرة قالت لا يا, يا, يا نبي الله الولد له، الولد له ولا شيء. الآن لو كان الأمر أمامكم لمن تحكمون؟ للصغرى. نعم للصغرى، ولذلك حكم به للصغرى. فالمقصود أن القرائن بمنزلة البينات. فإذا ادعى رجل معروف بالصلاح أن المقتول الذي قتله هذا الرجل معروف بالفساد والصيانة، ولا سيما إن سبق توعد المقتول بقتل الذي قتله، فلا شك أن نحكم بصدق من قال إنه قتله إيش دفاعا عن نفسه. والله موفق، وصلنا ولكم السلام. نعم.